إنها عائلة لن ترغب في التعرف عليها بتاتا، لا تدعو مظهرها يغشكم، فهذه العصابة لا يمكن التنبؤ لها، وهي عنيفة وقاتلة. ذكر واحد يزن 226 كيلوغراما من العضلات فقط، وهو حامل مجموعة، هو يحكم مجموعة من الإناث. مهمتها الصيد. سيطعم الجاموس العائلة لأيام عديدة. يزن الجاموس ما يقارب 453 كيلوغراما، والعمل كمجموعة أمر أساسي. إنه نصر بالنسبة للإناث ذوات المهارات العالية. في هذه العائلة يأكل القائد أولا. لا تتوقف العائلة عن الحراسة. فالجواميس أعداء خطيرون، والتدافع قد يقتل أصغر الأسود. المجموعة مكان خطير لتربى فيه. لا عجب أن تكون تلك اللبؤة قد اختبأت لتضع صغارها. فأشبالها ليست جاهزة للحقائق الوحشية التي تسود حياة العائلة. فشبل واحد من بين خمسة يحيا حتى عمر السنتين. أما بالنسبة للذكور فإن الحظوظ أسوأ من ذلك. حتى الآن عليه أن يبقى متخفيا. إن شعرت الجواميس برائحته فمن المرجح أن تجده وتقتله. لكن على الأم أن تأكل، لهذا فهي تترك أشبالها من دون حماية. لقد نجحت. لكن أشبالها معرضة للخطر. لقد اشتمت مجموعة من الكلاب البرية مكان الوتر. وقد يكون أحد الأشبال وجبة سهلة. لكنها ستدافع عن صغارها أمام أي خطر يهددها. فتحرص على أن تفر الكلاب من المكان. ما
باتت أشبالها الصغيرة بأمان حتى الآن، لكنها بحاجة إلى مكان جديد لتخبئها فيه. إن تجولت في مكان قريب من مجموعة أخرى فقد تقتل أشبالها، لكن مساحة موطنها خطيرة أيضا. فالأسود الصغيرة فضولية، إنها ترى جيرانها المولودة حديثا وبالطبع ترغب في اللعب معها. الأشبال الأكبر سنا لا تعرف مدى قوتها، بالنسبة إليها إنها مجرد لعبة، إنها لا تدري أن قساوتها وتعثرها سيتسببان بالقضاء على هذا الصغير. لكن الباقين سينمون في وكره ويصبحون أقوياء.